عام 83. لا والله ما تقابل ابدا. كرة تلعب على طول هي وجول. شوط احتياط البرازيل ما هم صدقين. اذا المنتخب البرازيلي يبدا شوط المباراة الثاني بهدف هدف تمريرة من لويس ابيانو للهداف ادريانو، والاثنين تباصوا تماما. قلت لك حصلوا ودش بارد. هذا ادريانو، هو ادريانو هداف هذه البطولة بست اهداف. إذن البرازيل 1-1 البرازيل والبرغوي 1-1 أدري